وللمزيد معنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل. أهلا بك معنا سيد عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد عبد القادر. الكاظمي أعلن اعتقال ما سماها عصابة الموت التي تقف خلف عمليات الاغتيال في محافظة البصرة. ما هي الدلالة لهذا التوقيت من هذا الإعلان برأيك؟ وهل من الممكن أن يكون ضمن الدعاية الانتخابية؟ من المعلوم تماما أن عملية كشف فرق الموت والاغتيالات لا سيما في البصرة جاءت بضغط دولي، لا سيما بعد أن رضخت بعض الحكومة وأحزابها إلى تغيير أبو علي البصري مدير الاستخبارات في وزارة الداخلية الذي هو يعتبر الصمام والمغطي والساتر لكل حركات الاغتيالات في العراق. لذلك حقيقة هم كشفوا جزءا بسيطا للتحايل على المجتمع الدولي الذي ضغط لكشف المجرمين، لا سيما بعد الاغتيالات التي زادت على متظاهري ثورة تشرين، وانفضحت الأمور لما مضى من عمليات جرائم، لا سيما أن هؤلاء قد اعترفوا على مقتل محافظ البصرة، على مقتل الشيخ الدكتور يوسف الحسان مسؤول فرع هيئة علماء المسلمين، وكذلك ناشطين وإعلاميين في هذه المحافظة. هناك حقيقة فرق موت كبيرة موجودة هي مرعية من العملية السياسية شكلها نور المالكي وهذه الميليشيات، لذلك تعتبر الوجهة الحقيقية للعملية السياسية هي هكذا فرق اغتيال واضحة. ولذلك عملية الاغتيال المنظم من العراقيين بدأت منذ 2003 إلى يومنا هذا ولا زالت مستمرة، على التفاوت في وتيرتها بين التصاعد وبين حقيقة الخمول. لذلك ما جرى من الكاظمي هو ليس بطولة، إنما هو رضوخ لتقارير دولية مخابراتية لدول متنفذة داخل العراق وأوصلت له معلومات عن جميع الاغتيالات التي ترعاها إيران، فبالتالي أحرج للكشف عن يسير منها. وهؤلاء ليسوا، الشعب العراقي يعلم أن هؤلاء ليسوا في مأمن يمكن أن يحاكمهم الكاظمي أو القضاء الحكومي الحالي. طيب سيد عبد القادر، لماذا لم يذهب الكاظمي لتسمية الأمور بمسمياتها؟ لماذا أطلق تسمية عصابة على فرق الموت التي ارتكبت العديد من الجرائم؟ هل تحمل هذه التسمية برأيك يعني محاولة للتغطية على جهات حزبية داعمة لهذه الميليشيا؟ أولا هو لا يريد أن يصفها بالإرهاب حتى يبقي الأمور محصورة ضمن قوانين محددة، وبالتالي هذه الجرائم هي مشمولة المفروض بقانون الإرهاب الذي تشمل فيه مناطق معينة ويسمى بها مناطق معينة وأفعال معينة. كان المفروض حقيقة، وبالتالي حتى المخبر السري الذي اعتقل العشرات أو مئات الآلاف من الأبرياء بتهم 4 إرهاب بطريقة حقيقية مجة، ويصفهم الكاظمي وغيره بالإرهابيين. أما هؤلاء الذين مارسوا عملية القتل وتغييب الروح الإنسانية المقدسة عند الله وأراقوا الدماء وهي أفعال إرهابية، لم يصفهم بالإرهاب، وهذه بداية للتملص الكاظمي من أجل إطلاق سراحهم. وبالتالي ما يحدث الآن حقيقة هو عملية تغطية، وإلا كان المفروض أن يعرضون على القنوات الرسمية كما كان الكاظمي وقبله عندما كان مديرا للمخابرات، يتم عرض اعترافات تنتزع تحت التعذيب على القناة الرسمية العراقية وغيرها، وعندما لا تجد الأسماء بطريقة واضحة ولا يتم إحالة هؤلاء وسحبهم إلى بغداد وعرضهم وعرض اعترافاتهم وتشكيل محاكم خاصة بالإرهاب على هؤلاء، هكذا يفسر أن تصريحات الكاظمي مغازلة للميليشيات بأنه فقط نعبر المرحلة وسيتم إطلاق هؤلاء القتلة. والقتلة مطمئنون لأن فرق الموت الأخرى أيضا مطمئنة، لأن الجهاز الحكومي كله حقيقة من أحزابهم وأذرعهم التي شكلتهم لقتل العراقيين. يعني هذا إعلان الكاظمي ما هو إلا لكسب الوقت، فقط من أجل تمرير ضغط دولي معين على كشف القتلة، لا ولا سيما أن هذا الضغط جاء ليس فقط العراقيين يعني للاغتيالات التي مرت على العراق، لكن لأن أحرج دوليا أن تظاهرات سلمية قادها شباب تشرين وتجرى اغتيالهم، فكانت هناك ضغوط دولية وكشفت هذه بتقارير دولية لهذه الفرق الاغتيالات، فأراد أن يتجاوز هذا الضغط الدولي بهكذا أقل الخسائر، ومن ثم أن هؤلاء غير إلى هذه اللحظة لا يحاسبون، وكان يفترض أن يتم إلقاء القبض على فرق الموت في بغداد الذي لا زالت تقتل واغتالت المتظاهرين بطريقة واضحة، وما جرى في النجف، ويتم تدوين ذوي الضحايا بشكاوى حقيقية في المحاكم على هؤلاء الذين يسمون
يسمونهم بمسمياتهم. يعني مجزرة النجف والدة مهند القيسي تروي بالتفاصيل الأسماء الدقيقة التي ارتالت ولدها، لماذا لا يتم إلقاء القبض عليها؟ بالتالي يؤكد على أن الكاظمي يبحث باتجاه حقيقة ذر الرماد في العيون. شكرا جزيلا لك. نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.